هذا مش غريب على الدكتور ناجح، كان قبل معناها عاون برشا تونس الكل، مش النادي الافريقي بركه، وربي يبارك له وربي يعطيه الصحه، وان شاء الله ديما نلقاو امثال دكتور ناجح يعاونوا النادي الافريقي. وتعرف انت الجمعيه كيما النادي الافريقي معناها يحبوها كامل تراب الجمهوريه ومن برا، وان شاء الله كيما قلت لك ان شاء الله من حسن لأحسن، وان شاء الله نلقاو عباد كيما الدكتور ناجح. الراجل معروف بحبه للنادي الافريقي، وتعرف معناه اخوه كان يلعب معنا عبد الحميد فرح، كان معناه سان جوور في كلوب افريكان، وهذا مش غريب على اهالي الجنوب الكل، وربي يعطيه الصحه وبارك الله فيه، ونشكروه على المبادره هذه. يعطيكم الصحه ساعه، نشكركم على شاينكم وعلى الكوفيرتور نتاعكم، دونك بادرة خارقة العادة من دكتور ناجح، يعطيه الصحة ونشكروه. سورتو احنا الجامعة التونسية لكرة اليد اللي معناها عندنا عام ونص شادين المجال هذايا، دونك يعطيه الصحة البادرة هذايا ونشكروه شكر كبير. عطاونا ديجا البوس صغيرة، مازال جاية بوس أخرى، ومازالوا جايين دي شاز بتاع دي زانديكابي، معناها على خاطر احنا باش ندخلوا هاندبال بو هانديكابي في الجامعة بتاعنا جديد، هذه حاجة جديدة في تونس، دونك نشكروا سيد الوزير دابور على معناها جايينو اليوم باش يجي نكرموا، واحنا وهذه جينا اليوم على خاطر باش نكرموا الدكتور ناجح على المبادره نتاعو، مش معنا احنا بركه، مع النادي الافريقي، مع جمعيه المتلوي. يعطيه الصحه، وان شاء الله الاخيان اللي في الخارج معناها الكل يتفكروا بلادهم كيما دكتور ناجح ويعاونوا معناها، تعرفوا الحاله اللي فيها البلاد والرياضه اون بارتيكولي، انه ماذا بينا الناس الكل تحط يديها في ديد بعضها ونعاونوا بعضنا الكل، كل واحد في المجال نتاعو. السيد ناجح التنسيق كان عن طرف السيد منصف الشريف اللي معنا في الديريكسيون تكنيك في الجامعه التونسيه لكرة اليد، في بارتي معناها سي بروفيسور، تعرفوه السيد منصف الشريف، هو اللي قدم لنا دكتور ناجح، وهو سيد حب معناها انيشيتيف حب يعملها، يا اخي هو وجهه معناها، جابوا الجامعه التونسيه لكرة اليد وكانت تعاملنا معاه وتقابلنا معاه، والسيد الرئيس كريم الهلالي يتقابل معاه معناها، وشكرناه على الوجه، وقعدنا على المبادره هذه وقعدنا نحضروا في الاوراق، وتوا البيوس الاولانيه سي بون تريقلت، حتى من الابياج عملناه وكل. قادم فما بيوس جديده اكبر، احنا عطانا ميني بيوس توا، وتوا باش نجيب لنا بيوس كبيره، والكراسي اللي كما قلت لك باش نعملوا احنا اول جامعه معناها باش تعمل هاندبال بور لي زانديكابي. الحاجه هذه تعاون برشا الفرق القوميه، خاطرك تعرف انت لي زاجونس دو فواياج غلاو غاليين ياسر معناها الكريم تاع الكيران، دونك فرقنا القوميه الكل تولي عنا دي بوس بذمه ليهم هما، واحنا كوم الاكثريه معناها نمشيو الستاج نتاعنا نعملوهم في الحمامات، في المستير، في المهديه الكل، على خاطر الوتله اكثر عادي، ومعناها وفما دي تيران اكثر الكل، دونك احنا ساعدنا ان تكون عندنا لي بوس نتاعنا باش نجموا يتنقلوا وليداتنا، الفرق القوميه النسائيه والفرق القوميه الذكوريه، نجموا من غير ما نخلصوا معناها بادخول انديريكت للجامعه، ونعاود ونشكر سي دكتور ناجح على المبادره هذه، وان شاء الله قلت لك الاخيان ورجال الاعمال اللي في تونس وفي الخارج يتفكروا شويه الرياضه، على خاطر الرياضه بدينا ننساوها. مرحبا بكم قبل كل شيء، مرحبا لكافه مستمعي ومشاهدي موزايك FM. بادرة هذه بادرة طيبة للغاية، عندنا الدكتور ناجح فرح ميديسان مقيم بسويسرا، مبادرة معناها كانت منه فردية، يعطيه الصحة، هو ابن الوطن، خمم في البلاد، قاعد يقدم في عدد المساعدات في ميدان الرياضة، زاد عنده في ميدان الصحة، في ميدان الشؤون الاجتماعية. ماذا بينا باقي الأخيان ولاد البلاد اللي يعيشوا لبرا، ماذا بينا يعاونوا معناها يقدموا بمبادرات كما الدكتور ناجح فرح، وان شاء الله من حسن الى احسن. هذه البادره هذه كان جاب فيها حافله للنادي الافريقي، حافله لجمعيه نجم المتلوي اللي باش تسهل ياسر تنقلات الجمعيات، وان شاء الله نشوفوا الرياضه التونسيه بخير في جميع المجالات، وطنيا واقليميا ودوليا. بالنسبه زاد لنا احنا كاعضاء نواب الشعب، يلزمنا مبادرات تشريعيه باش تسهل الابناء التونسيين بالمهجر، باش يبعثوا مشاريع، باش يعملوا جمعيات، باش يعاونوا بلادهم. نحن زاد في الإطار التشريعي بالإمكان أن نقدموا إن شاء الله المبادرات اللي باش تسهل العمليه تاع استقطاب اللخيان والمستثمرين التوانسه سيرتو اللي يعيشوا في الخارج. تعرفوا انه الرياضه يعني على مستوى التمويل تشكو ضعف كبير، والمعاش نجمو نعملوا برشا على الدوله بالنسبه لتمويل الرياضه. ثم كان القطاع الخاص اللي نجم توا يعاوننا، ثم ما يعبر عنه بشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص اللي لازمنا نستثمروه. وهذا يعني المبادره بتاع سي ناجح فرح هي داخله في الاطار هذا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، من خلال مبادره السيد يعني ناجح فرح نحبوا نحن نتوجهوا ل يعني اخواتنا البرة التوانسه اللي عايشين يعني البرة واللي هم قاعدين يعاونوا في الاقتصاد بالتحويل بتاعهم. نحبوهم زاد يستثمروا في الميدان الرياضي كما استثمروا في الميدان الاقتصادي بصفه عامه. كما توا كنت نتحدث، ثم آلية الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص هي احسن آلية اللي تنجم تشجع يعني المستثمرين الداخل ولا حتى البرة انهم يتعاملوا مع الدوله ويقوموا باستثمارات في يعني داخل تونس. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اللي لاحظناها بالنسبه للتوانسه اللي عايشين البرة انهم يعملوا في تحويلات ما همش قاعدين يستثمروا. هذه هي، نحن نحبوا التحويلات اللي قاعده تصير لتونس تقعد مستمره، لكن بالتوازي مع التحويلات هذه يكون هنالك استثمار اللي هو باش يعود بالنفع عليهم هما وعلى الاقتصاد التونسي. السيد وزير كي سمعنا السي ناجح قال اللي امتدت معناها على 3 سنوات، حسينا كاين مده مساحه زمنيه كبيره باش يجيب كيران لتونس. لا هذايا راهو تنجموا تنساوه، مسألة أنه يكون 3 سنين وكل شيء، ونحن هذاك فاش قاعدين نسعوا أنه نرفعوا كافة الحواجز الإدارية بالنسبة لي يعني مسائل اقتصادية كيفنا هكا، وخاصة بعد بالنسبة للاستثمار. هذايا أنه يعني حافلة تشد 3 سنين باش تدخل لتونس، هذايا نجموا ننساو. والله هي مبادرة مش غريبة على الدكتور ناجح فرح اللي مش غريب عليه اللي يعمل فيه من مساعدات على في النطاقات الكل، مع حتى على النطاق الوطني، وخاصة زاد كان قبل عنده اكسيون كبيرة على النطاق في قطاع الصحي في بريود الكورونا اللي كانت مساعدات نتاعو بالمليارات. الحمد لله اللي دكتور ناجح فرح معناتها من ابناء المتلوي والعائلة الكل. فما شكون لعب كيما خوه عبد الحميد فرح لعب في النادي الافريقي، وهو من احباء زاد النادي الافريقي اللي كيما وعدنا وفاء بوعوده. هذا البيسلو اللي جا ومازالوا زوز اخرين ان شاء الله. ما الى هم من هذا كله زاد اللي باش تكون حاجه معناتها كالعاده النادي الافريقي سباق فيها من اول الانديه، اللي باش تكون عندها ان سنتر ميديكو سبورتيف سوسيال في الحديقه في البارك نتاعنا. احنا قاعدين كهيئه نقوموا بالانجازات نتاع البناء معناتها الجيني سيفيل لافراستركتور نتاع السنتر هذايا، وان شاء الله على قريب نقدموه لجماهيرنا اللي باش يكون باش تتمتع به جميع الاصناف وجميع لي ديسيبلين معناتها، وخاصة زاد حتى قدماء النادي نجموا يتمتعوا به باش يكون فما ديما طبيب قار وفما ديزاكسيون باش يصيروا ان شاء الله من جميع الاختصاصات. والطب تبارك الله كلوبستية خير والبركة. 2 بوس في النادي يعاونوا بيان سور. ان شاء الله احنا كيما مستانسين في لي زونتروتيان نكونوا موجودين ونستحفظوا على اللي عندنا ونوظفوهم توظيف جيد.